رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ حاتم قرمان الناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير الاهرام المسائي. مساء الخير على حضرتك، منورنا. مساء الخير يا شيماء، منورنا. منور انت دايما على طول الشاشه. في البدايه طبعا عايزين نتكلم النهارده عن اللقاء المهم النادي الاهلي وهو رايا كونكري الغيني على استاد السلام ان شاء الله الساعه 9 مساء. شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ والله هو لغايه امبارح كانت الامور الى حد ما بتصب كلها في صالح ان الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه، لكن المفاجات اللي حصلت امبارح في ثلاث ماتشات اللي هي اتلعبت. صحيح، مفاجات كتير. معظم الفرق، ثلاث فرق خرجوا على ملعبهم، يعني النجم الساحلي لعب في سوسه وخرج من الترجي، مازن بيلعب على ملعبه، ثلاث فرق برضه اوائل المجموعه، فده بيصعب الى حد ما معنويا مباراه النهارده. لكن انا شايف ان الاهلي طبعا فرقه كبيره وفريق كبير وعندهم الخبرات اللي هي تؤهله ان هو يحقق نتيجه ايجابيه يقدر بيها يتجاوز الدور الثمانيه والصعود للمربع الذهبي ومن ثم للنهائي ان شاء الله باذن الله. يعني انهي اكتر فريق اتصدمت بخروجه؟ لا، هم ثلاث فرق تقال، يعني وداد حامل لقب، كلهم كانوا اول مجموعاتهم كمان، يعني وداد حامل لقب بطوله خرج على ملعبه بعد مباراه عمل فيها كل حاجه، لكن الحظ ما كانش بجانبه في هذا اللقاء مع وفاق سطيف الجزائري، فرقه برضه مش قليله، لكن وداد عمل مباراه هايله جدا امبارح وهدر فرص كتير جدا ان هو يقدر يحقق المكسب. مازيمبي طبعا من الفرق الثقيله جدا افريقيه، من الفرق الثقيله برضه مع طبعاً. اول اغسطس الانجولي، انجولا تاريخها في الكوره الى حد ما محدود يعني بالنسبه لل في افريقيا. النجم الساحلي والترجي كانت يعني ايكوال جيم، يعني كان لقاء متكافئ، لكن الترجي بخبراته الكبيره قدر انه يحقق الفوز في لقاء العوده كان في سوسه، وكان حقق الفوز في لقاء الذهاب، وبالتالي الفرق الثلاثه الكبار اللي هم كان متوقع ان هم يكونوا في المربع الذهبي خرجوا من البطوله. نتمنى الاهلي يكون ان شاء الله باذن الله يكسر الـ هذه المفاجآت النهارده باذن الله، ويقدر يحقق فوز مريح باذن الله ان شاء الله. يعني باذن الله ان شاء الله، رغم الغيابات اللي في الاهلي كتيره النهارده. في غيابات كتير في نادي الاهلي النهارده. طب لو بنتكلم عن الغيابات وعن التشكيله، قول لي كده تتوقع تشكيله الاهلي تكون عامله ازاي؟ هو الاهلي معروف يعني من الاهلي طول عمره يعني ما بيتاثرش بغياب لاعب او اثنين او اكثر. صحيح، يعني هو عنده عمر السوري، عنده اصابه، عنده اجيلي فتره سعد سمير، وعنده مشكله لحد ما في الدفاع، لكن عنده اللي هو اللعيب اللي هو احمد فتحي خبرات عاليه في الجبهه اليمنى، عنده سليف كوليبالي. صحيح، لكن احنا مش بنتكلم عن الناحيه الدفاعيه بخاطر، بنتكلم عن الناحيه الهجوميه اللي احنا عايزين نحقق الفوز النهارده باذن الله. أكيد. عنده اثنين رؤوس حرب من اعلى مستوى، صلاح محسن انا اعتقد ان هو يكون لي دور كبير في فوز الاهلي النهارده، طبعا بخلاف المغربي وليد ازارو. اكيد. الرهان كله في وسط الملعب النهارده بالنسبه للاهلي، ان هو اللي هيكون مفتاح فوزه باذن الله، باذن الله النهارده في لقاء النهارده باذن الله يعني. لكن بالنسبه للغيابات اعتقد ان هي هتكون غير مؤثره على الاهلي على الاطلاق. اكيد يعني. عمرو السليس، عبد السمير، نجيب، ميدو جابر، مروان محسن، ناصر. الاهلي عنده بدائل كثيره جدا يقدر يحقق بيها الفوز باذن الله النهارده. صحيح. طيب خليني اسالك من واقع بقى مشاهدتك طبعا لمباراه الذهاب، شايف يعني ايه نقط الضعف وايه نقط القوه في الفريق اللي احنا هنلعب معاه النهارده؟ هو انا ما اقدرش احكم على فريق الحوريه الكونكري بشكل عام، الملعب كان سيء جدا سواء. صحيح. على الاهلي او على الفريق اللي هو بس هو الموضوع. فعلا كان ملعب سيء، بس هو الملعب بتاعهم. الاهلي الملعب بتاعهم وسط جماهيرهم وكل حاجه، لكن الامور دي كلها الفرق الافريقيه في الغالب على ملعبها بتبقى اداء، وعلى ملعب مصر بالذات اداء تاني، يعني ملاعبنا الى حد ما كبيره بتساعدهم بتساعدهم على اداء افضل. الاهلي مباراه الذهاب كان الاقرب والاقدر للفوز، صادفه سوء حظ الى حد كبير. اعتقد ان هو حوريه كونكري النهارده مش هيكون بالمنافس السهل، لكن انا شايف ان الاهلي لو قدر باذن الله في اول ربع ساعه او اول شوط الاول ينهي المباراه بالتقدم هيعمل سكور كويس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله لو النادي الاهلي كسب النهارده، وان شاء الله هيكسب النهارده، فهو قابل وفاق سطيف الجزائري. شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ هو بشكل عام هي لقاءات شمال افريقيا احنا مع الكره المصريه بقى ليها حسابات خاصه بعيد عن النواحي الفنيه على الاطلاق، يعني سواء مع فرق التونسيه او المغربيه او الجزائريه. وفاق سطيف على ملعبه فرقه ثقيله جدا، يعني بوسط جماهيرها الحماسيه متحمسه دايما. الاهلي او اي فرقه مصريه بتواجه الى حد ما ضغوط جماهيريه شديده سواء في تونس او في الجزائر او في المغرب، لكن انا شايف ان وفاق اقل بكتير جدا من الوداد المغربي على المستوى الفني. صحيح. على المستوى الفني كتيم جماعي او على المستوى الفني كافراد. الوداد امبارح عمل ماتش هايل جدا مع وفاق وكان احق بالفوز، لكن صدفه سوء توفيق في اللقاء بشكل غريب جدا، وفي النهايه وفاق قدر يصعد للمربع الذهبي. حسابات المربع الذهبي والادوار القبل النهائيه بتبقى ليها حسابات ثانيه خالص، يعني ما اقدرش اقول الفريق ضعيف او فريق ان هو اقل فنيا او اقل على المستوى الفردي، لكن هي بتبقى ليها حسابات خاصه واستعدادات خاصه
اهم حاجه نتجاوز مرحله اللقاء أكيد. النهارده مبدئيا وبعد كده نفكر بعد كده في لقاء وفاق ستيف. اكيد طبعا. طيب النهارده المباراه على ملعب السلام اتنقلت من برج العرب وان شاء الله النهارده هيكون فيها 20,000 مشجع اهلاوي ورا النادي الاهلي. شايف عامل الجمهور هيفرق بنسبه قد ايه مع الفريق النهارده؟ لا هو الاهلي طول عمره هو الاهلي نادي جماهيري، يعني الاهلي قوته في جماهيره بخلاف ان هو فرقه كبيره وتاريخ كبير، لكن قوه الاهلي بالفعل في جماهيره، والجماهير دي حافز كبير جدا للعيبه. لكن انا كنت شايف ان برج العرب بالنسبه للاهلي كان يبقى افضل، لان الملعب اوسع شويه لحد ما فبيدي مساحات للعيبه حوالي يعني على المستوى الفني بالنسبه لك ملعب برج العرب هو الافضل، افضل للاهلي والسلام افضل للحريه، هيقدر يضيق مساحات على لعيبه الاهلي، مساحه الملعب بتفرق مع الفرق اللي زي دي يعني. طيب رغم طبعا كان في طلبات ان اللقاء ده يكون موجود على ملعب برج العرب في البدايه، لكن النادي الاهلي اصر ان هو يكون على ملعب السلام رغبه من النادي الاهلي طبعا ان يكون كل الجمهور موجود ليؤازر وليساند طبعا الفريق، وطبعا ايمانا من اداره النادي الاهلي باهميه الجمهور بالنسبه للفريق. ده اكيد طبعا، احنا زي ما قلنا الاهلي هو الجماهير نمره واحد بالنسبه له، وهي اذا كانت عوامل فوز الاهلي وتاريخه الكبير صنعها سواء بمستوى اداراته او مستوى الجماهير اللي وقفت معاه وسندته. ملعب السلام بالنسبه له هيبقى اقل بالنسبه لاتساع الجماهير، فالتاثير الجماهيري هيبقى اكثر للاهلي. صحيح. اضافه الملعب السلام ملعب الاهلي الرسمي اللي هو يلعب عليه البطولات المحليه، فبالنسبه للاهلي هو بياكد وجوده في هذا الملعب عشان يقدر بعد كده يتواصل معاه. مين من لعيبه الاهلي تتوقع له النهارده ان هو هيكون نجم اللقاء؟ لو لعب صلاح محسن اعتقد ان هو هيعمل مباراه كويسه، بخلاف اذا لعب اثنين راس حربه سواء صلاح محسن بجانب ازارو، اعتقد صلاح محسن هيكون ليه دور مؤثر مع الاهلي النهارده، بخلاف طبعا لعيبه الوسط زي وليد سليمان، او لو لعب مؤمن زكريا اعتقد مؤمن زي ما بيقولوا بلغته كوره جعان كوره شويه، انه ليه فتره ما بيلعبش، لو مؤمن زكريا لعب النهارده هيفرق كتير مع الاهلي. طيب خلينا بقى ايه نقول ان احنا ان شاء الله باذن الله خلاص كده هنكسب اللقاء ده وهنتقابل يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله ان شاء الله. فلو هنقابل وفاق ستيف والترجي واول اغسطس، شايف مين فيهم الاخطر؟ لا هو الاخطر هو الترجي التونسي، يعني تاريخيا وفنيا حاليا الترجي فرقه عاليه وقدرت على ملعب النجم الساحلي خصوصا قدرت تكسب. تتوقع دي ممكن تكون المباراه النهائيه باذن الله؟ يا رب ان شاء الله الاهلي والترجي. بس هو اول اغسطس عمل مفاجاه كبيره جدا مع مازيمبي، اكيد طبعا يعني طبعا. لكن هي الفرق الصغيره اللي هي بتحقق مفاجات تبقى عندها الرغبه ان هي تكمل المشوار، يعني ما عندهاش حاجه تخاف تبكي عليها او تخاف عليها، فيبقى اداها الى حد ما ضغوط النفسيه عندها اقل بكتير زي فرق زي الاهلي او الترجي، عليه ضغوط ان هو يكون متوقع الاهلي يلعب نهائي، الترجي يلعب نهائي، فيبقى ده بيمثل ضغط نفسي على اللعيبه الى حد ما. تفضل كارتيرون يلعب براس حربه واحد ولا باثنين راس حربه؟ افضل باثنين راس حربه، لو لعب بازارو وصلاح محسن يبقى افضل بكتير. صحيح. لان انت ماتش النهارده لازم تحسمه بدري عشان خاطر الماتش زي ما بيقولوا ما يتكهربش في النهايه يعني. صحيح. طيب خلينا بقى نروح للدوري المصري الممتاز، وطبعا في احداث يعني مشتعله في الدوري المصري الممتاز، شايف ايه الابرز دلوقتي على الساحه؟ والله انا شايف ان الدوري السنه دي الى حد ما الفرق كلها معظمها متقاربه المستوى على الاقل في الاسابيع السبعه الاولانيه. ما نقدرش نحكم على الفوارق بين الفرق الا بعد انتهاء الدور الاول. انا شايف ان الدوري المصري فيه ايجابيات كثيره وفيه سلبيات كثيره. الايجابيات ان هي ظهور فرق زي الجونه صاعده من الدوري القسم الثاني قدرت تحقق نتائج هائله جدا. صحيح. وقلت قبل كده ان الجونه مفاجاه او الحصان الاسود البطوله حتى الان، واعتقد انه كان بيلعب ماتش حمد توجيه النهارده ما اعرفش نتيجته انتهت كام، اعتقد ان الجونه كسب او نتيجه الجونه كسب النهارده يا شباب ولا ايه؟ انا شايف ان الفرقه ماشيه بمستوى هائل جدا، ادائها الجماعي هائل جدا، معاهم مدرب فاهم لعيبته وحافظ لعيبته بيعرف يوظفهم كويس. في امبارح الانتاج الحربي نال اول هزيمه من مقاصه بشات مقاصه، حقق 3 مكاسب ورا بعض برغم كانت بدايتها الى حد ما كانت متراجعه في بدايه الموسم. لا في تصاعد في الاداء بالنسبه للفرق كثيره جدا. صحيح. من الفرق اللي هي منطقه الوسط الداخليه عامله موسم كويس، انا شايف ان في تقارب كبير جدا بين الانديه، فهتبقى منافسه الى حد ما صعبه في منطقه الوسط مش منطقه المقدمه هتبقى محسومه بين 3 فرق مش هتخرج عن الاهلي والزمالك، طبعا الاسماعيلي بعد، ممكن المصري لحد ما يخش المنافسه. طيب بالنسبه بقى للكوارث التحكيميه اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره دي، وشفنا كمان تصريحات من رؤساء انديه كتير طالعين بيقولوا ان الدوري كده مش يعني في احتماليه كبيره ان هو مش هيتكمل. لا 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 لا، هي وبعد كده كلمه كوارث ما فيش حاجه اسمها كوارث تحكيميه، يعني ما كانش في النهارده يعني النهارده 7 اسابيع اتلعبت في الدوري حتى في اخطاء تحكيميه، لكن ما توصلش لدرجه اللي زي ما بتقول حضرتك اللي هي الكوارث يعني التحكيميه. في كل الدوريات وفي كل البطولات بنشوف اخطاء تحكيميه ودي وارده في التحكيم. بتروجيت كسب الجونه 2-1. كسب الجونه 2-1 بغض النظر عن النتيجه، انا شايف ان الجونه برده حتى الان من الفرق اللي هي والاسماعيلي وسموحه 0-0 لحد دلوقتي. ده الاسماعيلي حكايته حكايه الاسماعيلي، يعني من الفرق اللي هي بدايه سيئه جدا السنه دي، على غير على عكس كل سنه الاسماعيلي بيحقق بدايات قويه بيتراجع الى حد ما، الاسماعيلي بدا متراجع بشكل كبير جدا السنه دي، نتائج متذبذبه، اداؤه متذبذب، ما فيش اداء
بدأ ثابت. في مشكلة ان هو عنده كثير من اللاعبين الاساسيين. لا هو الجونة اللي كسبت بتروجيت، معلش الاعداد غلط وقال لي ان هما اللي كسبوا الجونة، كسبت 2-1، سجل اهداف رشدي واحمد عيد في الدقيقة 45. انت حضرتك قلت ان هو خسر ديك بعد رغم الهزيمة، الجونة بيأدي اداء كويس. لا هو كسب، لا الجونة السنة دي فرقة كبيرة وعامل نتائج هايلة واداء هايل. وبتروجيت سجله بكلي في الدقيقة 90، وبتروجيت مع كابتن طارق ايحاء عامل نتائج كويسة وعامل عروض كويسة جدا. لا انا بقول ان الفرق السنة دي لا في كورة، لا في كورة بتتلعب كويسة جدا وفي اداء كويس، بس ينقصها احنا بدأت الجماهير تعود الى حد ما، ودي هتفرق كتير جدا في مستوى الاندية الجماهيرية الكبيرة. لا هو اتحاد الكوره لازم يكون في وقفه مع موضوع التحكيم، انت نرجع الموضوع اللي هو حضرتك قلتي كوارث. لا هو في اخطاء تحكيميه. طب شفت الاخطاء التحكيميه دي لو هي اخطاء بس، شفت اللقاء الاهلي والانتاج الحربي ازاي في الجوله الخامسه؟ الاهلي والانتاج من ناحيه الاخطاء التحكيميه، ما هو انا قلت لحضرتك ان هي الاخطاء وارده وهي مؤثره الى حد ما في بعض مش الى حد، هي مؤثره في بعض المباريات. ما هي دي في كل انا عايز اقول لحضرتك الحاجه، احنا لو جينا نبص على التحكيم المصري يعني في الدوري المصري في الموسم اللي احنا فيه ده، اكيد كانت في فرق كان يعني اماكنها هتتغير تماما في جدول الدوري. انت بتتكلم عن، لا احنا مش عايزين نقول هي مشكله محليه، دي مشكله عالميه، بدليل ان الاتحاد الدولي اقر اللي هي الفار اللي هي اللجوء للفيديو والحسم لبعض الخلافات في المباريات اللي هي الكبيره، يعني في بطوله العالم الاخيره تم تطبيق اللي هو تقنيه الفيديو، يبقى دليل ان الاخطاء التحكيميه في كل الدنيا مش في مصر بس. في تراجع الى حد ما في مستوى التحكيم، الى حد ما بنقول ان في اهتزاز في ثقه الحكام في نفسهم، وده لازم يكون في اذا كان رئيس لجنه الحكام الرئيسيه عنده من القدره ان هو يقدر يعيد الثقه للحكام ويبقى رئيس لجنه حكام قوي صاحب قرار لا يتراجع عنه، اعتقد في بالتالي الحكام هيكون ليهم موقف ثابت داخل الملعب. لكن التراجع بتاع رئيس لجنه الحكام كابتن عصام فتاح في بعض الامور واخرها اللقاء اللي هو المقاولين العرب وبيراميدز، ان هو استعان بحكام توانسه بالرغم ان هو كان ماتش المقاولين العرب واللعيبه بتقول ان هو صاحب الملعب هو صاحب حق اختيار الحكم، ما علينا. فده نوع من التراجع الى حد ما اصاب التحكيم المصري باحباط شديد جدا. انا شايف ان اللي حصل بعد ماتش بيراميدز والمقاولين العرب هيأثر مستقبلا في مستوى التحكيم المصري، ان هو رئيس لجنه الحكام ما قدرش يحكم حكامه اللي هو مسؤول عنهم. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ حاتم، يعني الاخطاء التحكيميه دي مش حاجه هينه ابدا، يعني ده مجهود فرق واعداد ومعسكرات وتعب بدني وذهني وكمان مجهود جماهير ورا الانديه دي. فالموضوع ما هوش سهل ولا هو هين ابدا. ما هو اعداد الحكم دي مهمه لاتحاد الكوره، ان هو بيعد الحكم بالاعداد البدني والنفسي بما يضمن ان هو يحقق، والاعداد برضه ان هو يكون برضه واقف معاه معنويا وماديا. يبقى الحكم نازل الملعب وعنده حين نقدر يدير المباراه بشكل مطلق بدون اي ضغوط جماهيريه. الحكم بياخد القرار في اقل من ثانيه يعني، ومعاه اربعه مساعدين يعني ما بياخدش القرار لوحده. في اخطاء لكن انا مش عايز اقول ان هي اخطاء كارثيه بتحصل في مباراه او مباراتين. في مجمل الدوري العام بيحصل مثلا عندنا 50 60 ماتش بيبقى فيه اخطاء في اربع خمس ماتشات، فدي اعتقد نسبه مش عاليه نقدر نقول عليها ان هي كوارث تحكيميه. استعانه بقى، لكن نرجع نقول لازم يكون كرئيس لجنه حكام اللي هو مسؤول عن الحكام صاحب قرار، ويحس ان الحكام ان رئيس لجنه الحكام رجل بيتمسك بكلمته، بيتمسكش بمقعده، هتمسك بالكلمه بتاعته ما تمسكش بمقعده انا قاعد عليه. طيب الاستعانه بحكام توانسه شايف ده؟ لا انا شايف الموضوع كله، انا شايف الموضوع كله كان فيه تراجع كبير جدا من اتحاد الكوره او استسلام من اتحاد الكوره بان هو يستجيب لطلب نادي. شايف ان في ظلم تحكيمي، هيبقى النهارده انا النهارده بضرب الحكام برصاص يعني، بقول لهم لا انتم لستم محل ثقه، ودي بتاثر فيما بعد على مستوى التحكيم. بينزل الحكم نازل الملعب وهو مش ظهره مش محمي يعني. يعني حضرتك مش مع ان احنا نستخدم نجيب حكام اجانب اصلا؟ لا في بعض المباريات زي هي المباريات الكبيره زي الاهلي والزمالك طبعا لابد يكون في حكم اجنبي طبعا، لان نظرا لحساسيه اللقاءات اللي بين اكبر فريقين في مصر. لكن في مباريات اللي هي منطقه الوسط يعني ما اعتقدش انها تحتاج لحكام اجانب يعني، او حكام بعد كده انت النهارده تقول حكم اجنبي جايب النهارده حكم في خلال 24 ساعه واثرت ازمه بدون اي داعي، لا دي اعتقد ان هي سقطه لاتحاد الكوره وليس للحكام المصريين. رغم ان انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انا يعني انت مصره عايزاني اقول ان لا انا رؤيتي هو في كوارث عشان حاجه واحده بس، لان انا يعني احساسي بيقول لي ان مثلا الدوري المصري السنه دي ممكن يتحسم لصالح فريق على نقطه واحده. مش هيحصل الكلام ده، لا ما اعتقدش يعني، لسه في الاسبوع السابع والامور كلها لسه ما يعني في بدايه المسابقه ما اقدرش احكم على مستوى التحكيم ولا على مستوى الانديه. لكن انا بقول برضه عشان التحكيم لابد ان يكون رئيس لجنه الحكام الرئيسيه الرجل يحترم
موقفه وكلمته واحترم الحكام اللي بيتبعوا ليه، يكون هو ظهرهم هو حاميهم. بس انا شايف ان هو شايف كان ظهرهم وكان حاميهم ودايما كان بيطلع بعد موقف ماتش بيراميدز مباراه الملاعب. ايوه ما هو الكلام حاجه والواقع حاجه ثانيه، يعني اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب زي ما بيقولوا كده في الامثال المصريه. لا النهارده بتقول انا مع الحكام وفي نفس الوقت بتستجيب او بترضخ لطلبات اخرى انا مش شايف ليها اي مبرر. يا انا ادي كلمتي واكمل في مكاني بما اراه ان هو سليم، او اقول لهم لا سلام عليكم انا مش محتاج الكرسي ده. طيب خليني اسال حضرتك عن تقنيه الفار، شايف تطبيقها هيكون عامل ازاي؟ وسمعنا كمان اتحاد الكوره قال ان هي هتطبق من الدور الثاني. انا شفتها كنت في مونديال روسيا وشفت الغرف اللي هي المجهزه اللي عامل تقنيه. لا ده حاجه ثانيه خالص، قصه ثانيه خالص. مش التلفزيون اللي خمسه احنا قدامنا 50 سنه عشان ممكن نوصل لحاجه زي كده. لا بعيد قوي، لكن هجيب بقى التلفزيون الصغير واحد حكم يبص ويعيد. لا 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 لا، دي قصه مجموعه حكام واجهزه وكمبيوتر وامكانيات تفوق امكانياتنا احنا كاتحاد كوره مصري او كشركه راعيه ممكن تتبنى هذه العمليه. ما اعتقدش ممكن تطبق في مصر في الفتره الحاليه، ولو طبقت محتاجه ملايين الجنيهات ومحتاجه قصه ثانيه خالص وعدد ثاني خالص. ولا صحيح. مش فيهم وليه. لا عالميا بقى ان شاء الله بعد بكره محمد صلاح هيكون موجود في حفله توزيع جوائز الافضل ل 2018. طبعا الجائزه دي بينافس فيها صلاح، كريستيانو رونالدو وموجيتش. شايف بقى الحدث ده عامل ازاي؟ والله هو انا شايف ان دخول محمد صلاح القايمه ده في حد ذاته انجاز كبير جدا. لكن انا لا اتوقع ان يكون من نصيبه توقعاتي الشخصيه، يعني انا اعتقد ان مودريتش هيكون هو شخصيا ان هو يكون هو المرشح الاقوى هو اللي هيفوز بالجائزه. لكن وجود محمد صلاح جداً. شرف كبير لمصر ان هو طبعاً. اول لاعب مصري يخش او لاعب عربي يدخل ضمن افضل. محمد صلاح ده حاله مختلفه تماما. محمد يمتى في مباراه النهارده مع ليفربول هو احرز هدف بالفعل. صحيح. في ماتش ساوثامبتون، لكن على مستوى الاداء الجماعي في الفرقه في حاجه مش مظبوطه في ما بينه وما بين ساديو ماني، في حاجه مش مظبوطه الفرقه. يعني الشوط الثاني النهارده ليفربول لا مش هو ليفربول، الاداء في الملعب فيه حاجه مش مظبوطه، صراحة نفسه نفسيته مش مظبوطه. هل موضوع مع اتحاد الكره او مع اتحاد الكره كان ليها اثر في هذا الامر؟ اعتقد يعني الامر ده ممكن يكون مؤثر، لكن هي طبيعه اي لاعب في الدنيا ما بيبقاش مستوى ثابت باستمرار، بيحصل نوع من الهبوط الى حد ما. اعتقد صلاح عنده من القدره ان هو يستعيد توازنه النفسي والمعنوي والبدني في الفتره الجايه. لكن هدف النهارده كان مهم بالنسبه لصلاح، يكسر حاله الصراع عن تهديف الماتشين الاخرانيين. صحيح. طيب خلينا بقى نروح لمنتخبنا الوطني الاول. شفنا طبعا اجاري في قياده منتخبنا الوطني الاول في مباراه النيجر، فاز فيها منتخبنا بست اهداف نظيفه. شفت الاول لقاء مصر والنيجر ده ازاي؟ وهل ده ممكن مثلا يكون معيار نحكم بيه على اجاري كمدير فني؟ لا على الاطلاق، لا على الاطلاق. هو طبعا النيجر مع احترامنا لفرقه منتخب النيجر منتخب مالوش تاريخ ومنتخب اداؤه الفقير فنيا وبدنيا. صحيح. فما اقدرش احكم، لكن احنا بنقول النواحي الايجابيه ان احنا عندنا الرغبه ان في كره هجوميه. احنا عانينا كتير جدا في تغيير. عانينا كتير جدا الفتره الاخيره مع كوبر في الاداء الدفاعي والتحفظ الدفاعي على اداء اللاعبين. فاعتقد اجيري بيحاول يعني يدي شكل جديد للمنتخب، لكن لقاء النيجر ولا سويسرلاند اللي جاي سواء ذهاب وعوده هيكون مقياس. لقاء تونس هو اللي هيكون الى حد كبير أكيد. ممكن تحكم على المنتخب واداء المنتخب واختياراته للمنتخب. صحيح. لكن هو ما عملش حاجه جديده في اختياراته، يعني الى حد التغيير طفيف جدا. طيب شفت مين في اختياراته يعني من وجهه نظر حضرتك ما كانش يستحق ان هو ينضم للمنتخب، ومين اللي ما كانش يستحق ان هو ما ينضمش للمنتخب او عدم انضمامه للمنتخب؟ لا هو اصل دي وجهه نظر فنيه، هو كمدير فني وجهاز معاه ان هو له الرؤيه المطلقه. انا ما اقدرش اتدخل اقول مين يستحق ومين يستحق. هو شايف ليه رؤيه فنيه وشايف ان محتاج سيم الناس او سيم اللاعبين هو في المركز ده او المركز ده. كل من يرتدي فرقه المنتخب يستحق الانضمام. كل لعيب في مصر في اي نادي سواء درجه اولى او درجه ثانيه له الحق ان يكون يحلم ان يكون لاعب في منتخب وطني يمثل بلاده. ما فيش حد ليه حق ملوش حق، دي اختيارات جهاز فني هو بيتحاسب عليها في النهايه. طيب مين اللي استغربت ان هو ما كانش موجود في المنتخب؟ يعني قلت عبد الله السعيد يكون الفتره الجايه عدم وجود عبد الله السعيد. بس دوت يعني استغربت. بس انت شفت عبد الله السعيد كان مقدم المستوى المطلوب منه في النهائي في كاس العالم. في ما هو الاداء لا كاس العالم الفرقه احنا منتخب مصر كان خارج الخدمه. لا يعني احنا كاس العالم روسيا 2018 منتخبنا بالكامل كان خارج الخدمه، ما كانش في اداء لعيب معين نقول عليه ان هو كان كويس. الفرقه بالكامل حتى محمد صلاح رغم ان هو كان بيلعب مصاب الى حد ما، يعني حتى اللقاء السعوديه اللي لعبه ما كانش محمد صلاح الناس عارفاه. المنتخب بالكامل القائم بالكامل كانت خارج الخدمه، ما اقدرش اقيم مستواهم في مونديال. لكن انا شايف ان عبد الله سعيد وجوده في منتخب مهم. انا ما اعرفش المستوى الفني حاليا في الفرقه في الفريق السعودي بيلعب فيه وصل لايه، لكن هو لعيب مهم جدا في المنتخب الفتره الجايه. عبد الله سعيد كلاعب خبره وصانع لعب ولعيب مؤثر جدا مع المنتخب. طيب بالنسبه لاحمد فتحي مونديال روسيا
لا احمد فتحي وعدم انضمامه ما بعد لا لا انا شفته مش مفاجاه. احمد ادى كتير جدا المنتخب. انا اعرف احمد من ايام منتخب الشباب مع كابتن حسن شحاته، من اللعيبه المقاتله اللي ادت كتير لمنتخب الشباب ومنتخب اولمبي ومنتخب اول. اداؤه يتراجع الى حد ما، ممكن يكون استبعاده دي نقطه ايجابيه في صالحه هو ان هو يقدر يحسن مستواه الفتره الجايه ويعود تاني للمنتخب. واعتقد ان اجيال تاني تلات لحظه لو احمد فتحي رجع للمستوى المعهود عنه ان هو يكون ضمن القائمه سواء في التصفيات الافريقيه او تصفيات مؤهل لكاس العالم. طيب معانا دلوقتي على التليفون مراسلنا فاروق صلاح مراسل النادي الاهلي ومن لقاء فريق الشباب ووادي دجله في بطوله الجمهوريه او في دوري الجمهوريه. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور عليك الزميلة شيمة وعلى الأستاذ حاتم ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. أهلا بيك، عايزين نعرف تفاصيل اللقاء النهاردة. وخلينا بس نقول في الأول إن هو يوم أهلاوي إن شاء الله بمشيئة الله هنكمله إن شاء الله بالفوز على فريق حرية يا رب إن شاء الله بإذن الله قبل النهائي بإذن الله. إحنا يومنا ابتدى مع فريق الـ 2003 اللي قدر يفوز على فريق بيراميدز بأربع أهداف 4-3 صحيح. كان الاهلي بيلعب ب 10 لاعبين من الدقيقه الرابعه من الشوط الثاني وكان متاخر بهدفين. اكيد حضرتك استفدت في الكلام في هذا اللقاء مع الكابتن عادل صحيح عادل مصطفى. حاليا الاهلي انهى لقائه وفريق شباب النادي الاهلي مواليد 97 الكابتن عادل عبد الرحمن قدر ان هو يفوز على فريق وادي دجله بستة اهداف مقابل هدف في انتصار كاسح للنادي الاهلي. لقاء جيد اداره الكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل كان موجود مع متواجد في فريق شباب النادي الاهلي احمد الشيخ ايضا ومحمد شريف والجزار واحمد رياس الريان. مهمه الكابتن عادل هو تجهيز لعيبه للفريق الاول وايضا لعيب الفريق الاول نفسهم يحاول ان هو يجهزهم ويديهم فرصه للمشاركه في اللقاءات. الشوط الاول كان انتهى بفوز بالهدف، كان احرز هدفين الاهلي لاعب عربي بدر واللاعب احمد ياسر ريان. ثم في الشوط الثاني الاهلي اهدر ركله جزاء اهدرها اللاعب يوسف علاء. ثم توالت النادي الاهلي احرز اربع اهداف عن طريق احمد الشيخ وكريم يحيى ومحمد شريف. واخر اهداف النادي الاهلي كان احرزه اللاعب محمد نصير 6-1 للنادي الاهلي. النادي الاهلي بصدارته في بطوله الجمهوريه بيحقق الفوز الثالث على التوالي. رفع رصيده النقطة رقم 9، رصيده من الأهداف للهدف رقم 14. النادي الأهلي محقق ريكورد عالي في القوة الهجومية 14 في ثلاث لقاءات. أيضا هو أقوى خط دفاع لم تهتز شباكه سوى في ثلاثة أهداف. عامل حالة جديدة الكابتن عادل عبد الرحمن هذا مع فريق شباب النادي الأهلي وربط فريق طريقة أداء فريق الشباب مع الفريق الأول ومجهز اكتر من لاعب ان شاء الله تشوفهم في الفتره القادمه للفريق الاول. فانا من خلال قناه الاهلي ومن خلال حضرتك عايزين احنا نشيد بفريق الشباب وكابتن عادل ودوره مع الفريق الاول وتجهيز اللاعبين اكيد طبعا. واكيد يعني واكيد الفوز ب 6-1 ده رقم يسعد كل الاهلاويه ان شاء الله. اليوم النهارده كمان يكمل بفوز النادي الاهلي على هرويا كوناكري الغيني. بشكرك جدا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. طبعا هو كان في لقاء النادي الاهلي وادي دجله اللي انتهى بست اهداف لهدف لصالح النادي الاهلي. نرجع بقى ونتكلم برضو عن منتخبنا الوطني. طب نرجع لموضوع الناشئين برضو في الاهلي وقطاع الناشئين الاهلي او فرق مصر كلها. الاهلي عنده قطاع ناشئين على اعلى مستوى صحيح. لكن في النهايه الناتج النهائي للفريق الاول ما يعديش 10%. فدي برضه سؤال مسؤول النادي الاهلي، اين الفريق الاول او القطاع الناشئين من الفريق الاول؟ ان احنا دايما الاهلي بيعتمد على الصفقات الجاهزه وده طبيعه الانديه الكبيره اللي هي عايزه تحقق بطولات اللي هو يجيب اللعيبه. بس احنا كان لينا مداخله مع كابتن عادل عبد الرحمن في الفتره اللي فاتت يمكن من اسبوع وقال ان هو ماشي ب يعني خطه بارلل او ده اللي احنا عايزينه بقى. المهم جدا ان انا اربي واصرف واجهز لعيبه في الاخر بيطلع سواء بيحترف بره او انه بيروح انديه اخرى. يبقى انا النهارده ما استفدتش حاجه من قطاع الناشئين. لا قطاع الناشئين لازم يكون ليه خطه ومدروسه ومعروف ان الفريق الاول النهارده كل سنه عندي اربع خمس لعيبه من الناشئين بيطلعوا لي الفريق الاول. دي مهمه جدا في المرحله الجايه. صحيح. حضرتك عايز ترجعي لموضوع المنتخب لمنتخبنا الوطني. المنتخب الوطني احنا عندنا لقاءين سوازيلاند ذهاب وعوده، اعتقد ان احنا هنحقق فيها المكسب والصعود لنهائي الامم الافريقيه باذن الله يكون متاح لينا في يعني هو اول مباراه اللي خسرناها من تونس وما هيبقى اول وثاني مجموعه. فاعتقد ان احنا هيكون لنا نصيب في الوجود في نهائي كاس الامم الافريقيه المقبله ان شاء الله باذن الله. لكن اداء اجيري حتى الان ما اقدرش احكم عليه بشكل نهائي، ما اقدرش اقول ان هو عنده كوره كويس
او كره وحشه، لا هو اداء ماتش مصر والنيجر كان اداء لحد ما كويس، بس عشان خاطر الفرق اقل من المستوى ما اقدرش احكم على منتخبنا الا اذا لعب مع فرقه زي تونس او الجزائر او المغرب نقدر نحكم على مستوى. المنتخب لحد دلوقتي لسه ما اعلنش عن قائمه اللعيبه المحليه اللي هينضموا ان شاء الله لمعسكر سوازيلاند، شايف مين او نفسك مين يكون موجود بالاضافه طبعا للعناصر اللي كانت موجوده في المعسكر اللي فات؟ انا شايف ان لعيب زي الطاهر محمد طاهر لعيب مؤمن العرب ده لازم ياخد فرصته، لعيب كويس وهايل وعنده سرعات وعنده مهاره عاليه وعنده ومقاتل على الكوره وهداف، فانا اتمنى يكون موجود في الفتره الجايه او يكون ضخ دماء جديده من الانديه الاخرى، يعني الجون عندها لعيبه كويسه، الداخليه عندها لعيبه كويسه، الانديه الحرب عندها، كل فرق الدوري النهارده عندها صحيح. من اللعيبه اللي هي العناصر المتميزه، اتمنى يكون الجهاز الفني المنتخب الوطني يدفع بعنصر او اثنين من مجموعات اللاعبين عشان يدي حتى امل للاعبين الاخرين ان هم ليهم امل ان هم ينضموا للمنتخب الوطني. برده كان لينا مداخله هاتفيه مع كابتن احمد ناجي من ايام وقال ان في احتمال ان يكون في كمان حارس مرمى جديد من الدوري المحلي. والله انا شايف موضوع حراس المرمى هي محسوم بين 3 او 4 حراس مرمى على مستوى يعني منتخبات، يعني الموضوع مش، لا انا بتكلم على الناحيه الثانيه اللعيبه سواء خط دفاع او خط وسط او هجوم، لا في عناصر كويسه وفي حراس مرمى هضم جنش اخيرا منتخب المعسكر الاخير اداله فرصه لو في عنصر كمان جديد في حراس المرمى هينضم، شايف مين تالق في السبع جولات اللي فاتت؟ عامل محمد عامر كان هايل صحيح من حراس مرمى ما حدش بص عليه خالص بالرغم انه حارس مرمى ممتاز وفي حراس كتير جدا. انا قصدي النهارده انا بدي رساله لكل لاعب في مصر اجتهد هتلاقي، لكن صحيح. انا شيء يعني تو مثلا جنش ماشي كان كويس انضم للمنتخب، لا ادي فرصه للاعبين اخرين في خط الوسط وخط الدفاع وخط الهجوم ان في امل ان يكون في عضو في منتخب وطني، اعتقد ده هي انعكس الى حد كبير على اداء معظم اللاعبين في الدوري المصري. لو سالت بقى حضرتك عن توقعك لمباراه النهارده بالنتائج تتوقع او تتمنى؟ انا اتمنى اهلي 3-0 ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله ان شاء الله، دي تمنياتي يعني. دي تمنيات، شايف ان الاهلي ممكن يتحقق؟ طبعا الاهلي فرقه كبيره، وبالنسبه الى مقارنه بحريه كوناكن لا احنا فرقه كبيره قوي، الاهلي فرقه كبيره ويقدر يحقق 3 و4، لكن المباراه في الملعب حاجه. خلينا سريعا كده نروح لمقارنه ما بين ارقام النادي الاهلي وهورايا كوناكري الغيني في موقف الفريقين يمكن في جدول المجموعه الاولى. النادي الاهلي 6 مباريات لعبهم، فاز في 4، تعادل في مباراه، خسر في مباراه. في الجانب الاخر هورايا كوناكري لعب 6 مباريات، فاز 2، تعادل في 3، وخسر في لقاء. في النادي الاهلي وليد ازارو هو الهداف ب6 اهداف، واوكانسي مانديلا هو الهداف ب4 اهداف لهورايا كوناكري الغيني. رايك ايه في اللاعب ده؟ من هو حورية ميزه في الجماعي، مش لعيب ما بيلعب، مش بس يمكن كارتيرون كان محذر اللعيبه من لا هو طبعا لعيب خطير من شك فيه، لكن اعتقد ان هو مش هيكون ليه وجود مع لو اتلعب عليه مان من النهارده من اي لعيب من دفاع الاهلي هيوقف طوله. انا بتكلم على ان المقارنه دي يعني طبعا هي في صالح الاهلي، لكن احنا بنقول المباراه داخل خصوصا ان عدد النقاط هنا 13 وعدد النقاط لهورايا كوناكري هناك فرق طبعا مجموعه الاهلي، كانت الاهلي برضه واجه ظروف صعبه في البدايه في بدايه المشوار أكيد. ولما جه كارتيرون بدر قدر يعدل مسيره الفريق وقدر يصعد لدور الثمانيه. انا شايف النهارده باذن الله ان شاء الله ما لم يكن هناك اي مفاجات الاهلي يحقق نتيجه كبيره ان شاء الله باذن الله. اتمنى نتمنى ذلك باذن الله ان شاء الله. اتمنى طبعا. بشكرك جدا استاذ حاتم قرمان الناقد الرياضي ورئيس نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، نورتنا النهارده، استمتعنا اكيد بكلام مع حضرتك النهارده خلال حلقه كلام في المتوفي دايما ان شاء الله.